تاكو الرنجة. تاكو الرنجة، بص انا عامله لكم حاجات بره الصندوق اللي احنا بناكله في الفسيخ والرنجة في العيد. تاكو الرنجة عبارة عن ايه؟ المقادير تنزل على الشاشة ونزلت على الشاشة المقادير، عبارة عن عندنا قطعة الرنجة، قطعة الرنجة وبصل متقطع صغير، طماطم متقطعة صغير، بصل اخضر، طحينة، جرجير وخبز التورتية. اوكي؟ اوكي تمام. هنبتدي بقى على طول على طول عشان هما مستعجليني وبيقولوا لي يلا 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 يلا. عبارة عن هنعمل هنا اهو، بص بصوا هنعمل ايه في السريع، بصوا هنعمل ايه في السريع، بصوا كده. يلا اميها يلا اميها في السريع عشان محدش يضربني. بسرعة بسرعة، كل حاجة هنا بسرعة وبسرعة. بصوا هنعمل ايه بقى، بصوا يلا بينا يلا بينا. نلبس بقى الجلوفز. عندنا هنا بقى ايه، قلنا ايه، البصل المتقطع صغير اهو اهو، هنحطه هنا. بصوا بصوا، هنحط البصل الصغير كده زي ما انتوا شايفين كده، هنحط الطماطم المتقطعة صغيرة كده شايفين، زي ما انتوا شايفين المنظر ده. هنحط البصل الاخضر، بصوا
ايه رايكم؟ حلو قوي 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 يا مهوت، حلو قوي قوي يا مهوت. هنخش بصوا الالوان، الوان بقى شم النسيم بقى، الوان بقى شم النسيم. نسيم نسيم، اه صح انا قلتها صح، لحسن بقى اكون قلتها غلط.